السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم محاضرتنا الخامسة وهي محاضرة الطرق الفوتشين. طبعا هي أحد عمليات التشكيل وهي deformation process in which work is comprised between two dies. هي أحد عمليات التشكيل التي تتضمن عملية طرق وعصر مادة بين جزئين من قالب معين. هذه العملية ممكن أن تعطيك عدة منتجات، كالمنتجات في الانجن كرانك شيفت والكونكتينج رود والجيرز وكما في الشكل الأدنى. طبعا تصنيفات عملية الطرق classification of forging operation، ممكن تصنف عملية الطرق، ممكن تصنف حسب درجة الحرارة، وممكن أن تصنف حسب اللود المسلط. فحسب درجة الحرارة تصنف إلى الهوت والوارم فورتشينج والكولد فورتشينج، أما حسب اللود الذي يسلط على القطعة فيمكن أن تصنف إلى الهامر والبرس. الهامر هي عبارة عن أنه يكون اللود بصيغة مفاجئة كالضربة المفاجئة، أما البرس فإن اللود يمكن أن يسلط بضغط تدريجي على القطعة. أهم أنواع قوالب الطرق، ممكن تقسم قوالب الطرق إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي الـ Open Die Forging، قوالب الطرق المفتوح، Emergent Die Forging or Closed Die، وهي قوالب تدعى بقوالب الطرق المغلقة، والـ Flashless Forging وهي النوعية الثالثة وتعتبر بعدم وجود الفلاش، قوالب الطرق بعدم وجود الفلاش. أول عملية سوف نأخذها هي الـ Open Die Forging. طبعا مثل ما موضحة في الشكل، القطعة تكون في المنتصف، يسلط ضغط بواسطة مكبس، والضغط من الأبر داي على القطعة، فإذا هي work is compressed between two flat dies. وهذا الشكل أو العملية ممكن أن تسمى بتسمية ثانية وهي الأبسيتينج أور الأبسيت فورتشينج. طبعا هذه الشكل يمثل لك ثلاث أنواع رئيسية للأوبن داي فورتشينج. ممكن أن يكون أول نوع أو الشكل A وهي تدعى بالكوكينج، ممكن أن تكون هي عبارة عن تقليل بمساحة المقطع العرضي إذا كان الشكل مربع أو مستطيل. أما الطريقة الثانية فهي تقليل بمساحة المقطع العرضي إذا كان الشكل دائري. أما الشكل C فهو عبارة عن زيادة لكل من القطر الداخلي والخارجي للرينج أو الحلقة وتقليل من سوك هذا الرينج. طبعا هنالك عملية تدعى بالأبسيتينج أند هيدينج وهي طريقة عمل رؤوس كل من البسامير أو البراغي البولتس أند سكرو. هذه العملية هي أحد عمليات الأوبن داي فورتشينج وتدعى بالهيدرز أور فورمرز. طبعا سوف يجهز واير في داخل الماكينة، وفي نهاية رأس الواير تتم عملية الطرق كما هي الحال واضح في هذه مجموعة من الأشكال، ويشكل الرأس حسب شكل التجويف الموجود عنده. طبعا من أهم فوائد ومساوئ عملية الطرق المفتوح، فوائد عملية الطرق المفتوح الأدفانتج هي أن القوالب والعملية تكون بسيطة والقوالب تكون جدا رخيصة، وكذلك تستعمل على رنج عالي أو مستوى أو مدى عريض من الأجزاء، وكذلك يعطي متانة جيدة ومناسب للعمليات الإنتاجية اللي تكون small quantity، عمليات إنتاجية قليلة. أما limitation فهي تكون أنه شكل القالب جدا بسيط، وكذلك صعوبة الحصول على تفاوتات جدا مغلقة، أي أنه العملية أو المنتج الذي يخرج من عملية open die forging يحتاج إلى عملية machining necessary، أي أنه عمليات التشغيل ضرورية لإزالة كل من إذا كان هنالك بعض من الزيادات على المنتج فسوف تقوم بها بالإزالة بواسطة التيرنينج أو الملينج. وكذلك هو يعتبر من اللو برودكشن ريت، من عمليات الإنتاج اللي تكون غير قليلة الإنتاج. وكذلك هو البيور يوتيلايزيشن أوف ماتيريال، ويتطلب بهاي سكيل ريكوايرد، أي يتطلب مهارة عالية. هذا هو الطريقة الثانية من الامبريشن داي فورتشينج كما هو واضح في الشكل.
فإن هذه الطريقة تمثل عملية طرق، ولكن الفرق هنا أن القالب لا يكون فلات، وإنما يحتوي على تجاويف تمثل شكل للمنتج. وكذلك أثناء عملية الطرق يخرج من جوانب القالب الفلاش. هذا الفلاش وهو عبارة عن الزيادة بالمعدن، الهدف الأساسي منه هو أنه يزيد الضغط داخل القالب لكي يسوي يعني لكي يعمل عملية تضييق أو عملية زيادة للضغط داخل القالب لكي يأخذ المنتج شكل وتجويف القالب. طبعا هذا شكل ثاني يوضح لك عملية الإمبريشن داي فورتشينج. هذا الشكل مثل ما تلاحظ أنه القطعة وجدت بالمنتصف، تمت عملية الطرق، أثناء بعد ما رفع الجزء العلوي والسفلي تكونت أكو حلقة، هذه الحلقة هي عبارة عن الفلاش. هذا الفلاش هو راح يزال ويقطع بواسطة عمليات قطع تريمينج. إذا التريمينج هي نسيسري أو ضرورية بعد عمليات الإمبريشن داي فورتشينج، وهي اللي هي دائما عبارة عن عمليات يا أما تكون عمليات قطع بالمنشار أو قطع بواسطة قوالب خاصة أو عمليات جرايندينج تنعيم. هذه هي عملية ضرورية لإزالة الفلاش الذي هو عبارة عن الزيادة الموجودة بشكل حلقي أو بشكل موجود على محيط القطعة. هذا هو الشكل يوضح عملية القطع. هذه هي عملية قطع الفلاش لكي أصل إلى شكل المنتج النهائي. أما أهم ميزات ومساوئ الإمبريشن داي فورتشينج، طبعا من أهم محاسن العملية هي أنه تكون استعمال واسع للمواد، وطبعا شيء أكيد راح تعطيك صفات أفضل من الأوبن داي، وكذلك اتجاه حبيبي أفضل في المادة المنتجة. طبعا هنا أنه القالب يتكون من عدة أجزاء، وهذا يختلف عن الأوبن داي فورتشينج. وكذلك البرس المستعمل ممكن أن يكون ذا طاقة عالية جدا يصل إلى 80,000 طن، ويعطيك better dimensional accuracy أي دقة أبعاد عالية وإنتاج كمي عالي. أما limitation المحددات فهو غير مناسب لclose tolerance أي التفاوت المغلق جدا، وأن سعر هذه القوالب يكون غالي مقارنة بالopen die forging. وشيء أكيد الماشينينج is often necessary أي أن عمليات التشغيل ضرورية. لماذا؟ لكي نزيل الفلاش المتكون حول محيط المنتج، ويعتبر اقتصادي للعمليات الإنتاجية العالية وغير اقتصادي لعمليات الإنتاجية تكون قليلة. أما النوعية الثالثة فهي الفلاشليس فورتشينج. طبعا مثل ما واضح في الرسم فإن في عملية الفلاشليس أي أن العملية القطعة أو التي يراد أن تأخذ شكل تجويف القالب سوف تأخذ شكل تجويف القالب بدون أي زيادات، أي لا يتكون هنالك الفلاش. فهنا أتت التسمية أن فلاشليس هي عدم وجود الفلاش، وهذا يختلف عن الطريقة الثانية اللي هي الإمبريشن داي فورتشينج. طبعا كما واضح حاليا عملية انه يوجد نقاط اساسيه في عمليه الفلاش فلاشليس فورتشينج، وهي اولا طبعا يكون حجم القطعه مساوي تماما لحجم التجويف الذي يوجد داخل القالب. هذه من اهم عمليات او من اهم النقاط، انه يكون حجم القطعه مساوي لحجم التجويف، لان لا يوجد هنالك فراغ لكي يخرج منه الزياده كما في الحاله الثانيه في الامبريشن داي فورتشينج. أما البروسيس كنترول فإذا نحتاج إلى عملية سيطرة جدا عالية، وكذلك مناسب هو لإنتاج القطع التي تكون سيمتريكال أي متناظرة ومتشابهة من الجانبين، وكذلك هو ممكن أن يسمى بالبريجن داي فورتشينج أو البريجن فورتشينج بروسيس. طبعا من أهم فوائد ومساوئ الفلاشليس فورتشينج، طبعا الفوائد هو مثل مواضح العملية يعطيك close dimensional tolerance إذا تفاوت وإنهاء أو تفاوت وإنهاء سطحي جدا نهائي.
ومناسب للمنتجات اللي تكون جدا سمكها قليل، وكذلك لا يحتاج no machining is required، لا يحتاج إلى أي عملية تشغيل، وهنالك إذن لا يوجد أي سكراب، وهو مناسب ورخيص للإنتاج العملي، وكذلك سرعة الإنتاج، وكذلك مناسب لجميع أنواع المعادن مثل الألمنيوم مغنيسيوم. أما محدداته فهو يحتاج إلى قوة وقدرة جدا عالية، وكذلك القوالب التي مصنع منها هذا النوع تكون قوالب جدا غالية، ويحتاج إلى سيطرة وكونترول عالي وليس مثل العمليات السابقة، وكذلك أن يكون وضع القطعة في منتصف القالب جدا ضروري، وذلك لأن حجم القطعة مساوي لحجم تجويف القالب. هنا سوف نتكلم عن أنواع أو معادن المتكونة لتصنيع القالب. لتصنيع القالب طبعا من أهم الخواص التي تحتاجها لتصنيع قالب طرق يجب أن يكون thermal shock resistance، thermal fatigue resistance، high temperature strength يعني مقاوم للتغير الحراري وللتآكل الحراري، فتيك الكسر الحراري، وكذلك يكون ذو متانة عالية بدرجات الحرارة، مقاوم للتآكل، وكذلك قوي وفيه وهاي هاردنبلتي أي ذو صلادة عالية، وكذلك طبعا هنا هاي ماشينابلتي أي أنه يكون قابل لعمليات التشغيل. أهم المعادن هذه هي صفات القالب المصنع من أجل عملية الفورجن. أما أهم المعادن التي يصنع منها القالب فهو مثل ما تلاحظون الكربون ستيل، ميديوم ألوي ستيل، هاي ألوي ستيل، هذه هي أهم المعادن ممكن تصنيع منها القالب. هنا سوف نأتي ونقسم أنواع العمليات طرق المادة. فإحنا قلنا أنه هي تتقسم إلى نوعيتين، يا أما هامر، وكما هو ملاحظ أنه الفورتشينج هامر وهي عبارة عن أبلاي إمباكت لود أي أن يكون يسلط بضربة مفاجئة. طبعا تقسم إلى نوعيتين هذه الضربة، يا أما أن تكون جرافيتي دروب هامر أو باور دروب هامر. جرافيتي أي تكون هذه السقطة بواسطة الجاذبية الأرضية، أو ممكن أن نزيد على الجاذبية الأرضية بواسطة بخار لتسريع عملية سقوط اللود. طبعا مثل ما نلاحظ هذا هو شكل بسيط للجرافيتي دروب هامر، المطرق اللي هو راح يرفع للأعلى أو يسقط فحسب الجاذبية الأرضية، والكتلة هي التي سوف تقوم بعملية ضرب القطعة. دروب هامر هذا هو الشكل يوضح لك أجزاء الدروب هامر. حاليا نأتي إلى الفورتشينج بريسز وهو أنواع المكابس. طبعا هنا الابلايد جراجوال بريشر، طبعا هنا هو عباره عن تطبيق ضغط تدريجي. يقسم هذا الضغط الى عده انواع، يوجد النوع الاول هو الهيدروليك بريس والميكانيكال بريس والسكرو بريس. طبعا الهيدروليك بريس يعتمد على فلويد يوضع على البريس ويمثل عمليه الحركه. ميكانيكال بريس وكما واضح في الشكل يعتمد على الاكسنتريك بريس، وهذه هي أشكال أخرى. وهنا الشكل هو السكرو بريس تمثل عملية الحركة بحيث أن السن إذا افتر تنزل الكتلة، وإذا افتر في الجهة العكس مثلا يكون باتجاه عقرب الساعة وعكس عقرب الساعة يرفع.